فغادي نمشيو للاقتراح الثاني اللي هو بطبوط معمر بحشوه بارده يعني بالطون والدرا يعني المايس. فغادي نمشيو للعجين ديال البطبوط نذكروا به. غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الطحين فورس من النوع الجيد و100 غرام ديال الفينو الحرش، معلقه صغيره سنيده، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره من الخميره المعجونه ديال الخبز، معلقه كبيره من الزيت البلديه والمدافي باش نجمعوا العجين. غادي نعاود بالنسبه العجين ديال البطبوط، غادي نحتاجو ربعة ديال الطحين فورس من النوع الجيد، طحين البيض ربعة ديال الفورس بيض، 100 غرام ديال الفينو الحرش، معلقه صغيره سنيده، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، معلقه كبيره ديال الزيت البلديه والماء دافي باش نجمعوا العجين. فغادي نجمعوا العجين وغادي نخليوه مرخوف واحد شويه. من بعد غادي ناخذوا هاد العجينه وغادي ندلكوها مزيان ونعاودو نخليوها تخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها مزيان. عاد ديك الساعه كندلكوها غير واحد شويه باش كنخرجوا منها الهواء، وكنطلقوها في المدلك وكنقطعوها بالكاس اولا باطار هكا يكون بطبوط صغير يعني قياس صغير، هو كنقطعوهم بالمرشم وكنعاودو نخليوهم يخمروا المره الثانيه ونطيبوهم عادي في المقله الثقيله، ندهنوها بشويه ديال الزيت، نرشو شويه ديال الزيت وباش كيجينا محمرين، وكنقليوهم حتى نحمروهم يعني في المقله الثقيله، كنطيبوهم في المقله الثقيله باش كيتحمروا على جهتين وكيتنفخوا لينا وكيوليو منفوخين من الوسط بسهوله. كنحلوهم غير بالمقص باش نعمروهم بالحشوه اللي بغينا. فعقلوا على الاقتراح ديال العجين ديال البطبوط، قلنا ربعه ديال الفورس بيض مع 100 غرام ديال الفينو، معلقه صغيره سنيده، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، معلقه كبيره ديال زيت البلديه، ونجمعوا بالمدافي يعني من خلطوا طحين فورس مع الفينو مع معلقه صغيره السنيده وشويه ديال الملحه، معلقه كبيره الخميره المعجونه ديال الخبز، ومعلقه كبيره ديال الزيت البلديه. ملي نخلطوهم كنبداو نجمعوا بالمدافي، عندنا ميزاننا اللي غادي كفانا غير تجمع لينا العجينه صافي. نخليوها مرخوفه واحد شويه يعني ضروري انه نجمعوا العجينه ونخليوها وهي مرخوفه ما تكونش قاصحه، ثم كندلكوها مزيان، وكيبغي شويه ديال الدلك كندلكوه مزيان وكنخليوه كيخمر، هو مازال العجينه كنخليوه كيخمر. من بعد ملي كيخمر لينا العجين ديال البطبوط وكيضاعف الحجم ديالو كنعاودو ندلكو واحد شويه باش نخرجو منو الهواء، وكننطلقوه بالمدلك فوق البوطاجير ولا فوق شي طبله، وكنقطعوه بالمرشم اللي بغينا يكون صغير على شكل يعني دوائر، وكنخليوه كيخمر المره الثانيه. مباشره ملي كيخمر لينا كنطيبوه في المقله الثقيله. بالنسبه للحشوه اللي غادي نعمروا هذا البطبوط يعني ملي طابوا لينا في المقله الثقيله وتنفخوا وحلينا الفم ديالو واحد شويه، ما كنحلوش بزاف غير الفم ديالو هكا غير بواحد شويه بالمقص كيتحل لينا، غير الجهد اللي غادي نحطوا فيه الحشوه. غادي ناخذوا في الحشوه غادي ناخذوا واحد الاناء غارق، غادي نديروا فيه جوج العلب ديال الطون مصفين من الزيت، واحد سته ديال لي كورنيشون محكوكين بالحكاكه الغليظه، علبه ديال الذره كنغسلوها مزيان نشلوها من هذاك الماء اللي تيكون فيها اللي تيحفظها، وغادي نشلوها نخليوها حتى تسقطر مزيان من الماء، ما نضيفوهاش بالماء ديالها، نشفوها مزيان تكون صفيه عاد نضيفوها. نضيفو بصله بيضه وحده مشلضه رقيق رقيق بزاف، وغادي نزيدو عليها تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال الكاشير محكوك اي نوع، وشويه من الزيتون الخضر مقطع لطريفات صغار، الخس حتى هو مقطع طريفات رقيقين، وجوج خيزويات خضرين محكوكين في الحكاكه الغليظه، وثلاثة ديال البيضات ولا أربعة مسلوقين ومحكوكين حتى هما. غادي نحتاجو كذلك الفرماج حمر محكوك حتى هو. فهادو هما المقادير، وغادي نحتاجو المايونيز. المايونيز يا إما نختارو مايونيز اللي كتكون لذيذة بزاف، يا إما نصايبو في الدار لأنه بغينا مايونيز تكون ثقيلة، وديال الدار كتجي ثقيلة كتجي هي هاديك. فكيف قلنا هادي حشوة باردة كتجي أننا نعمرو بها البطبوط، علاش؟ لأنه البطوط يعني في الغالب اما كفته مع الفلافل الالوان مثلا والفرماج كيكون شويه دافي كندخلهم الفران باش كيدوب عليهم الفرماج، فاللي ما تيبغيش مثلا حشوات سخان في البطبوط ممكن اننا نديرو هذا، وهذه دغيا كتوجد سهله يعني يكون عندنا الطون نصفيه من الزيت، يكون عندنا المايس نشلوها ونسقطروها مزيان، الخص خيزو حتى هو نحكوهم، الكورنيشون حتى هو نحكوه يعني كاشير يعني، وكتجينا واحد الحشوه كنجمعها بالمايونيز. كيف ما قلت المايونيز ما غاديش ياخذ وقت كثير، نصايبوه الفساتو اللي غادي نقدموه معاها. فقلنا في الحشوه جوج علب ديال الطون مصفين من الزيت، نزيدو عليهم سته ديال الكورنيشون الخيار مخلل محكوك في الحكاكه الغليظه، نزيدو عليهم علبه ديال الدرامايس مصفيه مزيان من الماء، بصله بيضه تكون يعني علاش ما نديروش الحمراء لانه كتكون مجهده حاره فهي خضراء غادي تجينا شويه مجهده، فناخذو البصله البيضاء راه الوقت ديالها متوفره
وكتكون حلوه ما كتكونش حاره، ناخذوا بصله وغادي نشلضوها رقيق رقيق بزاف، مشلضه رقيق، ونضيفوها على داك الطون والكورنيشو والمايس الذره. نضيفوا شويه ديال المايونيز يكون ثقيله ديال الدار، نزيدوا شويه ديال كاشير محكوك اي نوع بغينا، الزيتون خضر مقطع طريفات صغار اما معلقه اما جوج، الخس حتى هو مقطع طريفات صغيورين، جوج ديال الجزرات خيزويات محكوكين في الحكاكه الغليظه، ثلاثه حتى لاربعه ديال البيضات مسلوقين ومحكوكين في الحكاكه الغليظه، باش نمشيو كلهم محكوكين يعني في الحكاكه غادي يجينا احسن، يعني كلهم محكوكين تقريبا، خيزو والبيض يعني خيزو البيض مثلا نحاولوا اننا نحكوهم، والكورنيشون نحكوهم في الحكاكه الغليظه باش يجيونا قياس واحد، او نقطعهم طريفات صغيورين على حسب. مهم خاص تجينا حشوه اما محكوكه اما محكوكه في الحكاكه الغليظه كيبانوا غير اللوينات مع بعضياتهم، اما نقطعهم طريفات صغيورين. وكنزيدوا الفرماج احمر حتى هو محكوك بنفس الطريقه في الحكاكه الغليظه، كنبداو نخلطوا هادشي كله مزيان، ومباشره كنعمروا به يعني البطبوط ديالنا. بقاو غاديين حتى كنكملوا، فكتجي حشوه بارده كتجي لذيذه بزاف، كتجي بحال المذاق ديال بوكاديوس المعروف، فغادي يبغيوهم الكبار والصغار. ويعني حشوه اللي غتوجد يعني في وقت قصير، يعني كنا مصايبين البطبوط مثلا واحتفظنا به في المجمد في الكونجيلاتور بسهوله، يعني نصيبوه غير ناخذ الطون مايس يكون واجد، خيزو نحكو دغيا، البيض مسلوق، فرماج حتى هو، الكورنيشون مثلا، المايونيز نديرو في الدار. كيف ممكن على انكم تاخذوا داك البطبوط ودهنوه بشويه ديال المايونيز وتفرشوا الخص هكا محكوك وعاد تعمروه بالحشوه، فعلى حسب الاختيار ديالكم. نتمنى تكون وصلتكم الفكره ديال هذا الاقتراح، لانه فعلا كيجي زوين بزاف وبالصحه والراحه.